حضرتك جبت سيرة دوت الحشد بقى، اخبارها ايه العام الماضي او الموسم الماضي؟ هي دلوقتي احنا خلينا في الموسم اللي خلينا في خلينا في الموسم الماضي لان دايما الناس بتقيس بيه الموسم الماضي كان اخباره ايه. في مبيدات هنشوف احنا لسه هنشوف بقى. لا والله موجوده دلوقتي، موجوده دلوقتي، موجوده موجوده طبعا، لان احنا دلوقتي احنا في شهر 7 فتعتبر يعني كل مساحات الذره انزرعت، ما عادش فيها المساحه اللي هتنزرع في شرق العوينات وتشكيل، هتنزرع بدايه من 15 7 ل 15 8 هي المفروض بتنزرع دلوقتي. طب خلينا نقول للناس مقارنه بالعام الحالي بالعام، واهم حاجه اهم حاجه ان هو يكافح، المكافحه بالنسبه له طبعا مع اهم مع الزراعه في الميعاد المناسب هو المكافحه، ان هو يكافح. امتى بقى يكافح؟ الفترة اللي أول يا ريت ما يستناش حتى لما يلاقي عنده دوت حشد، يعمل رشة وقائية ويرش في البلعوم، لأن هي دوت الحشد بتخش داخل النبات، ودايما يكون الرش بتاعه في الوقت متأخر أو بالليل عشان هي بتبقى بره النبات، ويركز على الرش إنه يخش البلعوم. طبعا بيرش حاجات المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة ويتابع إنها موجودة أو بتقل معاه مع الرش. هل في اسباب او ممارسات ممكن يقوم بيها المزارع تؤدي الى زياده دوده الحشد في الارض؟ زياده؟ اه لا، حاجات هيزودها هو ازاي؟ من الممارسات الخاطئه اللي ممكن تحصل مثلا، هل ممكن تزود؟ الميعاد بس، الميعاد المتاخر، هي دايما بتنشف، دايما بتنشف في الميعاد المتاخر من الزراعه، لكن لا ري ولا تسميد ولا اي عمليه من العمليات الزراعيه ممكن ملهاش علاقه. ده بتاع آفة حشريه، ملهاش علاقه بعمليه ان هو يكتر الري او يقلله. جميل. طيب احنا عندنا الاصناف، انت قلت لي انه في اصناف كتير دلوقتي بقت متحمله اكيد عندنا مقاومه للامراض كمان ولا؟ اه طبعا، كل الهجن الجديده متحمله للامراض والحشرات، لكن لما تبقى الاصابه عاليه غصب عنه مش هيقدر يتحمل. لكن عندنا يعني اصناف بالمسمى متحمل الحشد، مقاومه الحشد، الافات الحشريه بصفه عامه، ولا مقاومه الافات الحشريه بصفه عامه. اهم الاصناف دي ايه بقى؟ زي ايه؟ احنا عندنا بالنسبه للذره، بالنسبه للهجون البيضاء، عندنا هجين فرد 10 في 128 في 130 131 132. بالنسبه للاصفر الفردي عندنا 162 166 168 في 173 مبكر و176 مبكر وفي 178، وفي هجون جديده 180 و181 و182 و83 و84. في هجون ثلاثيه بيضاء زي 310 321 324. هجون ثلاثيه صفراء 360 368 369 370، وعندنا برضو الهجين الاحمر 377. دي الهجون الجديده كلها، او دي الهجون المتداوله في قسم حوض الذره الشمال. هل كل صنف ليه معامله خاصه؟ لا، هو المعاملات الزراعيه كلها واحده.